منا على العجل يا وصل سلمى كيف حظك اي هو افتح الفردة هو شاهد علن لا ما اسم صريح مذياب لحظة الهوية يا أبا أعطينا هوية ما عندي هوية موقوف لك الأسماء موقوف نعم محمود ذياب الاسم الجد المشهداني جدك محمود ذياب أحمد المشهداني محمود ذياب أحمد المشهداني العمر 53 سنة 53 سنة سابقا وين كنت تشتغل يعني وظيفتك شنو كنت وزير الداخلية زين انت شاهد عن المتهم صدام حسين انا شاهد عن السيد الرئيس صدام حسين أي. رئيس أي. جمهورية العراق خلي ايدك على القرآن خلي ايدك قوم قول معايا أقسم بالله أقسم بالله أن أشهد بالصدق كله أن أشهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق ولا أقول إلا الحق زين أنت شنو شهادتك كشاهد دفاع عنا بخصوص قضية الدجيل احكينا يعني بعد قضية الدجيل يعني شنو شهادتك كنت وياه شلون هذه هالشكل سيد رئيس المحكمة سادة الحضور السلام عليكم ورحمة عليكم السلام أي. سأتحدث عن موضوع ما قبل الحادث يكون للمحكمة الموقرة أفكار ومعلومات تخص الحادث أي بس بشكل مختصر يعني وراك شهود آخرين اعطيني فرصة أي ممكن البردة شوية إذا أي البردة مفتوحة يعني ممكن افتحها حتى يشوفوا الكل أي خلي أي. عام 1976 أنا كنت مدير هندسة في منشأة الإسحاقي الزراعية 76 أي هذه المنشأة تختص في تطوير العمل الزراعي والدجية المعروف من الأقضية أنا ذا كانت ناحية تختص في ميدان الزراعة في البستنة والمحاصيل الصيفية والشتوية أي هذه المنشأة من بين 10 منشآت إلى 12 منشأة في كل العراق اللي اختار موقع المنشأة في الدجيل هو السيد الرئيس عندما كان نائب لرئيس مجلس قيادة الثورة زين. المنشأة مساحة عملها تمتد سيد رئيس المحكمة من سامرة إلى بغداد وتغطي مساحة الزراعية اللي تغطيها 370,000 دونم فمن يختار الديجيل أو ناحية الديجيل من قبل السيد الرئيس من كان نائب هذه مؤشر على اهتمام السيد الرئيس من ذاك الوقت في ناحية الديجيل نعم أتحدث لك عن موضوع في عام 1976 زارني رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية أنا ما أذكر يعني ما أدري طيب أو ميت ومعاه مهندس من شعبنا الكردي من مركز وزارة الري ومهندس آخر من وزارة الزراعة نعم التقوا بالمدير العام ولكون الموضوع هندسي طلب أن أحضراني لأن أنا كنت مدير هندسة بالمناسبة أنا طالع الأول على كلية الهندسة في جامعة الموصل فاستفسرت عن الموضوع قالوا لي هناك شلال يقطع نهر الدجيل وهذا الشلال يحجز المياه عن الشعبنا في الدجيل اللي موقع ساكنين في بزايز الدجيل البزايز هي مؤخر النهر والسيد الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق كاتب هامش يعني الزمن من 30 سنة بالضبط ما أذكره لكن أذكر المعنى أنه لا نسمح لأي كان من
التجاوز على حقوق أهل الدجيل. وطلعت ويا اللجنة وقلت لهم أنا مهندس وما يعني ما أغفل عن هذا الموضوع، وشوفتهم الإجراءات اللي كانت، وبوقتها راح التقرير إلى السيد الرئيس دز لي أنا ذاك ساعة. أنا الرجل أنا ذاك ما يعني لا شايف السيد الرئيس، بس من كثر اهتمامي بالموضوع أنا كرمت بذاك الوقت على موضوع بضرر يعتقد السيد الرئيس عندما كان نائب أنه يلحق ضرر بأهل الدجيل. سيد رئيس المحكمة، أريد أتحدث لجنابك عن الخطة الانفجارية اللي لها علاقة بالموضوع. الخطة الانفجارية اللي وضعت عام 1974، انفجارية أي تطوير العراق في كل الميادين بعد تأميم النفط عام 1972، وسخرت كل الموارد لبناء العراق في ميدان الإسكان، في ميدان الزراعة، في ميدان الصناعة، في ميدان الري. يعني إذا أضرب لك مثل واحد للمرور السريع اللي لا أنت أحكينا عن الدجيل، هو على الدجيل نعم عن الدجيل. أذكرك بالمرور السريع كعراقي اللي يمتد من البصرة إلى الأردن سوريا، يشغل مساحة 100,000 دونم، وهذا المشروع الطريق هو الأول بالعالم يعني في مواصفاته. واحدة من الفقرات اللي كانت مثبتة بالخطة الانفجارية لتطوير الدجيل كمنطقة زراعية هي استصلاح الأراضي، وأهل الدجيل موجودين يعني منهم للأسف أن يتهمون في موضوع عندهم اطلاع على الأعمال اللي حصلت آنذاك بالدجيل، منها مثلا الإسحاق الغربي اللي يمتد من سامرة وينتهي إلى تقريبا معسكر التاجي. والتصميم الأساسي للمدينة أنا عندي اطلاع عليه بال76، لأن عام 1977 انتقلت مهندس في وزارة الري. السيد رئيس المحكمة، التصميم الأساسي الدولة تكون تصور عن الخدمات المطلوبة سواء للناحية، للقرية، للمحافظة، للقضاء، ويسقط أقراض حسب حاجة المدينة، ومن ثم توضع مراحل للتنفيذ. يعني التصميم الأساسي لأي مدينة في كل العالم عندما يسقط على خرائط لا ينفذ في سنة أو سنتين، ينفذ حسب الإمكانية المتاحة وحسب الأولوية. ومن أولويات التصميم الأساسي في الدجيل تفاصيل ما أذكرها حقيقة، لكن منها لكون كان أكو طريق واحد فقط في الدجيل اللي هو يؤدي من طريق بغداد موصل و يخترق الدجيل اللي كان ناحية صغيرة، ومدارس، مستشفيات للكهرباء للصناعة، ورش عمل إلى آخره. فبعد بعد 76 يعني صارت لي زيارة لأصدقاء، فشفت يعني لأن أنا انتقلت، فشفت الفرق الكبير بين ما أنا كنت مدير هندسة، يعني ما كنت متفرج في الموقع، يعني كنت من المهندسين اللي يعتمد علي أنا ذاك في ميدان الزراعة في التنفيذ. فإذا كان موضوع البساتين، يعني أنا سمعت حديث عن البساتين وبساتين أزيلت إلى آخره، أهلي يبعدون عن الدجيل بحدود إنه 15 إلى 20 كيلو، يعني البستان أهلي أني أهلك أهلي سكني، يعني أني قريب على الدجيل لأن مو مستمع. ففي الناحية اللي أني بيها واللي هي مساحتها تقريبا مثل الدجيل أزيلت بساتين بأعداد كبيرة، وممكن تدقق يعني هي طارمية موجودة قريب من الدجيل. الهدف لأنه الملكية البساتين أو الملكية الزراعية في العراق ثلاث أنواع، منوحة باللزمة واللي يعتقد الدجيل هي بهذا الشكل مثل الطارمية اللي هي حصة الدولة في الأرض، والمفوض 50% والطابو 100%. فمن ضرب من أزيلة البساتين في الطارمية لتنفيذ مشاريع موضوعة بالخطة بالتصميم الأساسي عوضوا، والذي حصل في الدجيل أيضا عوضوا. يعني الدولة عندما ترى هناك مشروع نفع عام فمن حق تستملك أي أرض زراعية بستان، أو حتى إذا قتلت شرط أن يعوض المواطن
تعويض يعاون على إيجاد وعوضوه من ثم أراضي زراعية. هذه جندك صورة عنها. في يوم الحادثاني كنت طالع كشف إلى بوابات مشروع الإسحاق الشرقي والغربي. تتذكر اليوم والشهر؟ 8/7/82 الموافق الخميس من رمضان المبارك. نعم. مشروع الإسحاق الشرقي والغربي يغذى من سامر. أنا كنت طالع إلى بوابات المشروع لأن كانت في بداياتها. رجعت وصلت إلى تقاطع الدجيل. أنا ما معني يعني أمر للدجيل بس بالطريق. بل. شفت حركة غريبة. وكانت أكو دائرة لوزارة الزراعة في تقاطع الطريق من بذهابك إلى الموصل على اليمين وهي مخازن، وأنا كنت موظف في وزارة الزراعة فأعرف الدائرة. نعم. مريت للدائرة شفت الموظفين كان منتهي الدوام يوم خميس ما يعني ما لقيت الموظفين يعني بمعنى بعد الساعة الواحدة لأنه الدوام ينتهي بالواحدة. فسألتهم شنو يعني أشعرك حركة غريبة يعني مثلاً بعض العسكريين شفت قليل عددهم كان بعد السجة يعني أنا أمر من الطريق لأن كنت أريد أمر على هاي الدائرة أخذ منهم بنزين. فالموظف الخفر والحراس ويبدو لي كانوا من الدجيل قالوا السيد الرئيس صدام حسين تعرض إلى محاولة اغتيال بداخل الدجيل. فسألتهم يعني شنه أصيب بشيء قالوا والله ما ندري إحنا بعد لأنهم ما قدرنا نعبر إلى المنطقة. وغادرت إلى موقع سكني وأذيعت يعني هذا الموضوع ما كان سر يعني صار لتغطية وتأكيد أكثر من مصدر. نعم. ممكن أتطرق إلى موضوع خارج هذا لو نحصر كلام شلون يعني أنت شهادتك يعني نعم. تحت القسم بخصوص قضية الدجيل دور المتهم في موضوع الدجيل. نعم. هسه أنت بديت يعني بداية بعدين دخلت بالموضوع. نعم. سمعت بالحادث وشفت نوع ما الوضعية نريد منك أن تكمله. نعم. ضمن هالسياق هو بهالحد يعني أي. أنا اللي أنا ما شفت يعني ما سمعته من مكان بعيد، أنا سمعته من مكان يبعد عن الدجيل لا يتجاوز 600-700 متر. نعم. نعم. ويبدو الحادث قبل يعني قبل فترة قريبة من ما أنا وصلت إلى الموقع. نعم. يعني أنت بتقديرك تجريف بساتين الدجيل ضمن الخطة العامة لتطوير المنطقة وليس بسبب أحداث الدجيل يعني. سيد رئيس المحكمة، هناك أشخاص قياديين في حزب البعث العربي الإسلامي. نعم. يعني إن كان القصد ذول الناس المعنيين ليش يعني إذا تريد أضرب لك أجيب لك أسماء. بل. يعني أجيب لك أسماء فاضل محمود غريب عضو قيادة في حزب أي. وغيره من أيضا ضربوا من الموجودين هنا يعني سواء عبد الله وآخرين أنا ما عندي كل الأسماء بس القيادين في الحزب. نعم. اللي هم كانت عندهم مسؤولية تنظيمية جرفت بساتينهم وأيضا عوضوا مثل ما عوض أهالي الدجيل الآخرين. أي. نعم. ما عنده غير شيء. نعم. بس أنا مستعد أي سؤال يعني. أنت تحتاج عن خطة يعني تنموية بالنسبة للبساتين وتطوير الأماكن يعني هاي الخطة يعني شو وقت يعني نظمت أو صدرت مباشرة بعد أحداث الدجيل لو قبلها لو بعدها يعني شون الخطة الانفجارية وضعت 74 يعني 74 أنا كنت في السن احنا يعني خلينا نصحح وتنفيذها شو وقت بدأت مباشرة بعد الأحداث لو لا قبل الأحداث لا قسم قبل الأحداث أنا في 76 كنت أشرف على الاستصلاح يعني نعم. شملت الدجيل بالاستصلاح والاستصلاح جزء من الخطة نعم. يعني جزء من الخطة الموضوعة بالـ 74 أي. وفعلا
بدا التنفيذ في الاستصلاح ليس في الدجيل فقط لكن في كل العراق. نعم. يعني سيادة رئيس المحكمة مشروع الإسحاق 370 ألف دونم بدأت تعمل به 10 جهات. نعم. 10 جهات منها عراقية ومنها من دول أجنبية. نعم. والدجيل جزء من هذه الخطة في ميدان. أنا أتحدث لك عن ميدان زراعة لأن أنا ما معني بالخطط الأخرى. يعني مثلا لو موجود أحد الأخوان بالزراعة بالإسكان المختص بالطرق بالصناعة شنو كان بالصحة بالتعليم العالي مدارس إلى آخره عندهم تفصيل، لكن أنا عندي اطلاع تفصيلي عن الخطة الزراعية وبدأت التنفيذ. يعني في 76 أنا كنت أشرف على خطة التنفيذ اللي هي جزء من الخطة الانفجارية. بالمناسبة سيادة القاضي هذه الخطة هيئنا لها كم عدد كبير من العلماء ومن المهندسين من الأطباء اللي انقتل منهم بعد الأحداث 500 عالم وهجر 2500. أي إحنا الأمريكان استطاعوا عن تنفيذ خطة بيكر لإعادة العراق إلى ما قبل الثورة الصناعية اللي قالها إلى طارق عزيز. الآن العراق يخسر 3000 عامل عالم بعد تدمير العراق وبعد غزو العراق. زين أنا أسألك السؤال، أنت يعني باشرت هناك؟ نعم. كمهندس وكمشرف أو فني هناك بحسب الخطة، يعني مباشرة بعد الحادث لو أنت كنت لا معين يعني الحادث العمل قبل الحادث يعني حدد للمحكمة. الحادث عام 1982 الخطة الانفجارية وضعت عام 1974. لا بالنسبة لك تنفيذ باعتبار أنت المشرف على التنفيذ عام 1976 أنا كنت بالدجيل، لكن هذا لا يعني التصميم الأساسي اللي يوضع في سيادة رئيس المحكمة بسنة أو سنتين. نعم. لكن أنا بال 76 أشرفت على عمليات الاستصلاح اللي هي جزء من الخطة وما بعد انقلت يعني حتما استمروا بالمنهاج. بلي وكلاء دفاع عندكم مناقشة ويا الشاهد؟ تفضل أستاذ جاوب على أسئلتهم بس ضمن حدود السؤال، يعني وراك شهود آخرين ووقتهم. كم كانت مدة خطة التنمية الانفجارية؟ كم شنو أستاذ؟ مدة خطة التنمية الانفجارية. أي ما هي يعني؟ هي الخطة الانفجارية لحد غزو العراق من قبل الأمريكان هي مستمرة. أخيرا هل كانت هناك أولويات في التنفيذ؟ أولويات في المناطق الزراعية بالدرجة الأولى تكون على تطوير الميدان الزراعي واللي يبوشر به، ومن بعدها الحيوي جدا في المناطق الريفية هي الطرق واللي تخدم العملية الزراعية أيضا. بينت في فادتك أنك رأيت بعض أفراد الجنود. نعم. رأيت بعض أفراد العسكريين أو كما سميتهم رأيت بعض العسكر. نعم. هل كانوا في حالة هجوم منهجي واسع على مدينة الدجيل؟ لا والله بأعداد قليلة يعني بعد السكة، يعني أنا شفت بعد السكة حركة وهذا اللي أدى إلى هذا تعبير قانوني. رجل هندسي بس أنا وزير 11 سنة وزير الحكومة العراقية شلون يعني هو على كل حال الشاهد عمل وزيرا لمدة 11 سنة 5 سنوات وزيرا للري وخمسة أخرى وزيرا للإشغال والإسكان وسنة وزيرا للداخلية. هل سمع مرة أن السيد رئيس الجمهورية يناقش حادثة الدجيل أو يطرح موضوع الدجيل موضوع محاولة اغتياله في الدجيل في أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء في كسبيل توضيح أو استيضاح من الأجهزة الأمنية أو الوزراء أو كتوجيه للأجهزة الوزارية الأجهزة الأمنية؟ أنا استوزرت عام 1991 بعد أن انتهى العدوان الأول على العراق في 91. أنا اللي سامع من السيد الرئيس في مجلس الوزراء اتخذ قرار بأن يعايش الوزراء وأعضاء القيادة الميدان ويكونون مدراء نواحي. يعني أنا وزير صرت مدير ناحية لمدة 3 أشهر لغرض تطوير النواحي وخاصة في محافظاتنا الجنوبية، والسيد الرئيس أمر أن يكون الوزراء وأعضاء قيادة مسؤولين عن دور الأيتام لتطويرها. ما
ما سمعت يتحدث عن موضوع الدجيل، لأن السيد الرئيس أكبر من أن يتحدث عن هذا الموضوع، خاصة وأن الموضوع أحيل إلى المحاكم وعولج في حين. نعم، سكنك كان قريب من مدينة الدجيل؟ 15 إلى 18 كيلو يبعد، وتقريبا المنطقة بينها يعني علاقات كعشائر أو كأفراد. نعم. هل سمعت أن هناك أمرا من سيد رئيس الجمهورية بشأن هجوم واسع على مدينة الدجيل أو الانتقام من أهالي مدينة الدجيل بسبب حادثة الاغتيال التي تعرض لها؟ سيد رئيس المحكمة، نعم، يعني اللي يعرف صدام حسين، هذه مو شيمة السيد الرئيس هجوم واسع، رجل تعرض إلى محاولة اغتيال وأذيع من كل الإذاعات وأنيط الموضوع بالأجهزة المعنية. السيد الرئيس لا يتحدث عن هذا الموضوع ولا أهل المنطقة يتحدثون عن هذا الموضوع، احنا نعرف القضاء سيتولى الأمر. يعني أنا مو جزء من الموضوع، لكن من معرفتي بالسيد الرئيس من 91 إلى غزو العراق من قبل الأمريكان، عاش العراق وعاش شعب العراق وليسقط الاحتلال، فما سامعاني السيد الرئيس ولا أهل المنطقة إلا يتحدثون بالخير على السيد الرئيس. إذا اختلف الناس في شخص بين مادح وقادح فاعلم بأنه عظيم. نعم، شكرا. تفضل جاوب على سؤال وكيل المتهم. شكرا سيد الرئيس. طه ياسين. أود سيد الرئيس في البداية أن أستوضح في عام 82 عام الحادث أين كان بالضبط يعمل الشاهد؟ نعم، طبيعة عمله. عام 82 وقت الحادث هو بين كان مهندس هناك مشرف على مشروع، وبالتالي تطوير. كان عضوا باللجنة المشكلة للتطوير وكان مسؤولا عنها في المنطقة. أي كان على لقاء مستمر بالسيد طه ياسين رمضان موكلي حينما كان يترأس اللجنة العامة، كان هو أحد أعضاء اللجنة. سيادة رئيس المحكمة، أنا كنت مدير مشروع الإسحاقي. مشروع الإسحاقي لا علاقة له بالدجيل، يعني مشروع الإسحاقي كان ثاني مساحة عمل اللي أشرف عليه ب82 الأخ أي هو ديش الهد، فكنت بعيد عن الموقع. لكن للأمانة أنا قاسم يمين، أي الأستاذ طه، يعني أنا من كان السيد الرئيس كلفة أن يشرف على عمل أنا أقوم به، يعني أكره حتى العمل من كثرة ضغطه وغيرته، والله يشهد على ما أقول. في عام 2002 أنا صرت رئيس لجنة تطوير بغداد، يعني لا ربط بالموضوع حتى يكون الجواب واضح. لجنة تطوير بغداد بمعنى نضع خطة لتخفيف الزخم الموري بالدرجة الأولى، ومن ثم استكمال التصميم الأساسي الموضوع اللي بغداد، حتى يكون سيادتك على بين احنا شلون مرحلة التنفيذ. واحدة منهن يتعارض أفكار اللي موجودة بالتصميم الأساسي في بغداد مع شارع الشيخ عمر ومع معارض البياع النهضة، لأنه تؤدي إلى زخم مروري. طرحتها على السيد النائب الأستاذ طه بتليت، أريد أروح أشوف الموقع ونبني للشيخ عمر ونعوضهم تعويض مجزي ونشوف رأيهم، هم يطلعون يشوفون المكان إلى آخره. السيد النائب أكبر من أن يروح على موقع ببساتين ويأخذ البلدوزر ويقلع بساتين، هو نائب أول لرئيس الوزراء. هل المنطق يعني أنا وزير أو مدير عام أرفض أروح لأن هاي مو شغلي، هذه شغل فنيين. إن حصل يروح نائب رئيس الوزراء من بغداد إلى الدجيل ويلزم السير إن البلدوزر ويبدي يقلع بساتين، هذه يعني ما يتصورها العقل. سؤال آخر أستاذ. السؤال المتعلق بنسب الإنجاز اللي تمت في المشروع ككل، يعني الشاهد كان مسؤول عن مشروع الإسحاقي في هذا الوقت، لكن من بعدها دخل الوزارة وبالتالي كانت تعرض نسب تتحقق في مشروع التطوير. نعم. كان هو جزء منه. إيه؟ هل ممكن يدينا فكرة عن نسب التطوير المختلفة من سنة 82 حتى ترك الوزارة؟ لا، ما عندي صورة لأن أنا مو جزء من المشروع، يعني حتى لو كان وزير الرأي يعني ما عنده معلومات. شكرا سيدي. يرد على شكرا. السؤال. لكن سيد رئيس المحكمة، هي الدجيل خو بالهند، هي الدجيل جزء من العراق، قضاء من قضاء العراق. يعني ألا يكفي كل هذا الكلام ما نزور الدجيل إيهاي ونشوف؟ طبعا السيد الرئيس عنده توجيه، المدينة تصور قبل التطوير وتصور بعد التطوير، يعني هذه على آني مصورها،
والكاسيتات موجودة عند الغزاة لأنه ما خلوا شيء ما سيطروا عليه. بشكل غير مباشر جاوب على سؤال. أنا ما عنديش أي سؤال للشاهد لكن أنا ليه طلب. أي. بعد الجملة الأخيرة اللي قالها الشاهد. أي. هل يمكن أن نرى هذه المشاهد والصور للدجيل ما قبل التطوير وللدجيل ما بعد التطوير؟ سبق أن عرضت. عرضت سبق. سبق. ربما قبل الآن. شكرا جزيلا. بإمكانك التنسيق أو اتصال. طبعا هتصل بالأستاذ جعفر. حتى يراوي لك. شكرا سيدي. شكرا. عندكم مناقشة مع الشاهد؟ حقيقة ما عندنا أي مناقشة ولا سؤال للشاهد. أي. لأنه ليس لديه شهادة. ما وجدنا شهادة. نعم. أنتوا بالنسبة لكم عندكم وكلاء حق الشخصي ما عندكم شيء. بس سؤال عندي أذكر يعني هو ذكر أسئلة عن طريق المحكمة المحترمة. نعم. كونه متخصص في ومهندس زراعي ومتخصص. المهندس مدني. العفو مدني. نعم. ومتهم بقتل أعداد كبيرة من العراقيين. خلي يسمعون العراقيين محمود ذياب المشهداني ابن العراق. ابن عشائر العراق يتهم بقتل أعداد كبيرة من العراقيين. يعني أتحدى في مؤتمر صحفي أي إن كان يقول لي أنا معاتب عراقي على موضوع العلاقة بالأحزاب الدينية أنا محمود ذياب أنا خادم العراقيين لمدة 11 سنة أنا لا أقتل العراقيين وصدام حسين لا يمر بقتل العراقيين والآن المعتقد اسمح لنا انه لو رجاء تسكت انه تسمع السؤال. السؤال عن طريق المحكمه ذكر انه هنالك خطه انفجاريه وهذه الانفجاريه عمت على عموم محافظات العراق يعني بالويل والدمار. السؤال استاذ هل ذكر في الخطه الانفجاريه؟ استاذ انت وجه سؤال للمتهم العفو للشاهد وجه سؤال للشاهد توضيح او تذكار مو يعني هذا سؤال. السؤال أي طبيعي احنا قايلين كل لفظ كل عبارات كل شيء خارج عن صدد هذه الدعوة تشطب من المحاضر والتسجيلات. استاذ احنا السؤال هل ذكر في اخباركم وكلاء حق الشخصي المفروض اسئلة مالتكم تنصب او تتعلق بهذا الموضوع مو نعم استاذ لان هم دا يعزون دا قاعد هسه حاليا يعني ما اعرف استاذ هو هاي مهمه على المحكمه مدعي العام هاي مو مهمتك استاذ هاي مهمه سيد مدعي العام. العفو السؤال عن طريق محكمتكم المحترمه هل ذكر في الخطه الانفجاريه التي ذكرها الشاهد ان جرف بساتين عامره واشجار فواكه مثمره جعلها أرضا بيضاء هل ذكرت هذه في الخطة وشكرا والله يا أنا من بداية الأخ العزيز من خطتكم التدميرية والله يعني ما أقدر أجاوبه لكن إذا تنطيني أمام السيد الرئيس وأمام العراقيين دي يشوفون كل العالم أتحدث 4 ساعات متتالية عن تطوير العراق اللي لزمناه خريبا لا أرجوك لا يا بلا نعم. إحنا باول راح أضرب لك مثل وراك شهود آخرين ممنون وإحنا يعني دا نمشي بموضوع الدعوة ما نريد خارج موضوع الدعوة ممنون لا سلبا ولا إجابا نعم. لست اطرادا ولا عمدا نعم. أنت تهيد يعني من شهادتك ما أقوسي نعم سيد رئيس المحكمة يعني أنت كعراقي ومن شعبنا الكردي العظيم ألا تعتقد أن الثورة في بداية استلامها للسلطة بالعراق راد يبيعون حديقة الزوراء حتى يلملوهم كم فلس أنت تسأل رئيس المحكمة هيك سؤال يا الله يخليك لا ما أنا دا أقول لك خليها هذا السؤال اسأل ويا المحققين اللي يحققون وياك مو وياك لا أعرفك عراقي أسأل أنا ما أحقق وياك أنت جاي منك يعني الله يخليك جزء من هذا البلد الله وياك الله وياك والله يلا روح مكانك ارتاح لا عندي رجاء منك نعم عندي رجاء منك حالة إنسانية اي عندنا احد المعتقلين عمت عيونه من سنة أي. لانه مي ابيض نزل على نص اجراء العملية فشوف الحالة الإنسانية اقدم قلب اقدم لك بس الحالة الإنسانية عريف امريكي عطست بعين البزون اخذوه هو البزون بالمانيا بعد نص ساعة يا اخي هو والان الفريق الركن زهير النقيب والمعتقلين الآخرين يتعرضون إلى ظلم من 3 سنوات لا لسبب إلا لأنه خدموا العراق بقدر تعلق الأمر بالمحكمة وبشخص رئيس المحكمة أنت قد يعني خلي الرجل يقدم لي طلب يشهد لي يعني الوضعية مالته يثبت لي إياها أنا راح أحاول
أنه يعالجه. احنا حقيقة من خلال ملاحظتي لك بالتلفزيون طمعنا بصبرك، فاللي يعتقد المعتقلين سيضعفهم السجن بعدنا بعد بطن امحنا، احنا رجال العراق، احنا ما يضعفنا سجن حتى هذا الضغط النفسي الهائل علينا، وليكن 1000 سنة وشنو اللي راح يتغير؟ عاش العراق وعاش شعب العراق وعاش صدام ويا يا احنا هم وياك نقول عاش العراق عاش الشعب العراق هم وياك الله وياك الله وياك احنا ورجك احنا باقيين على العراق يابا